بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن الأكني. طبعا الأكني فولغاريس is a common condition in young people. Acne is not usually serious طبعا, and resolve in most patients by the age of 25. However, it can have a significant psychological impact at a stage in their lives where they are especially sensitive about their appearance. إذن الأكني أولا هي common condition, طبعا هي من اسمها حب شباب, يعني in young people it is not as serious, in most cases here resolve يعني within 10 years, يعني especially يعني by about the age of 25 years. طبعا هي قلنا not serious, ولكن هي بالحقيقة لها significant psychological impact. ليش؟ لأنه هي affect الشباب والناس في فترة هم يكونون especially sensitive about their appearance. طبعا احنا هي البروبلم كلها تصير عندنا بهاي بالبايلوسيباشيوس يونت. البايلوسيباشيوس يونت composed of الهير فوليكل والسيباشيوس جلاند. هذا السيباشيوس جلاند اللي هي سكريت السيبوم. السيبوم هذا composed of fat and wax, وظيفته هو بالحقيقه protect the skin و keep the skin hydrated, prevent retarding water loss, وايضا هو يعني act as a barrier against external الايجنت. فكل بالحقيقه البروبلم هي اللي راح تصير عندنا بالبايلوسيباشيوس يونت. بالنسبه للاكني مثل ما قلنا هي افكت يانج بيبل. بالنسبه للفيميل عاده البيك انسيدنس ما بين الاعمار ال14 وال17 سنه, او بالنسبه للميل بالحقيقه بين 16 وال19 سنه. ومثل ما قلنا هي الكونديشن نورمال ريزولف ان ميجوريتي اوف ذا بيشنت وذين 10 ييرز of onset. وقلنا يعني تقريبا بأعمار من يوصلون أعمار 25 26 الأغلبية بالحقيقة هي disappear يعني normally. الإيتيولوجي بالحقيقة الأكني هي result from multifactorials, والبروسيس مالتها المين process involved يعني as follow. أولا يصير عندنا والموست امبورتنت هو بالحقيقة الهرمونال changes that occur during the property special puberty, العفو especially the production of الاندروجين. طبعا هذا يعني thought to be important and involved in the causation of acne. طبعا هذا راح يؤدينا الى an increase بالكيراتين and sebum production during adolescence, وهذا يسوي لنا blockage of the follicle and the formation of the microcomedon. اذا اولا عندنا الهرمونال changes تصير لنا during puberty, خصوصا زياده بالاندروجين, وهذا راح يتبعها زياده بال production of the sebum and الكيراتين from the hair follicle. هذا راح يسوي لنا blockage of the hair follicle, يسوي لنا blockage of the hair follicle and the follicle and the formation of the microcomedon, او هاي الحبوب الصغيرة. طبعا هاي الميكروكوميدون can develop into كوميدون. الكوميدون مثل ما قلنا هي mass of a sebum and كيراتين. الماس هاي الحباية هي بها mass of a sebum and الكيراتين. قد تكون opened, هنا نسميها black head بالحقيقة, لأنه هاي السيبوم والواكس والكيراتين هذا لما اكسبوز تو ذا اير يصير بي يعني فد رياكشن, ويصير بي داركنينج اون اكسبوجر تو ذا اير اور كلوزد, او يسمونها الوايت هيد يعني الكوميدون. هذه الكوميدون يعني اللي قد تكون كلوزد كوميدون او يسمونها الوايت هيد كوميدون, وقد تنفتح هذه الكوميدون وابون اكسبوجر تو ذا اير يصير بها داركنس, فيصير يسمونها بلاك هيد او يسمونها يعني الاوبند الكوميدون. طبعا هاي اذا اول مره يصير عندنا الميكروكوميدون, بعدين تتحول لنا الى الكوميدون. الكوميدون اذا ينفتح هذا ممكن انه يصير عندنا بلاك هيد كوميدون, واحيانا قد يتطور لنا الى الانفلاماتوري ليجن يعني البابيولز. هسه راح نجي نشوف شكلها بابيولز اللي هي رايزد ريدند اريا اون ذا سكن, المنطقه هاي الحمراء ومرتفعه كلش, والباستولز اللي هي رايزد ريدند اريا فولد وذ بلاس وذ باس عفوا اور النوديولز. اذا اول المراحل هي تسوي لنا مايكروكوميدون, بعدين يصير لنا كوميدون اللي قد تكون كلوزد نسميها وايت هيد, او قد تكون اوبند نسميها بلاك هيد,
وممكن ان تتطور لنا الى البابيولز اللي هي رايزد ريدنت اريا، رايزد ريدنت اريا، وقد تتحول لنا الى البستولز اللي هي رايزد ريدنت اريا فولد وذ باس، مثل ما تشوفونها رايزد ريدنت اريا فولد وذ باس، وقد تتحول لنا الى النودولز هاي السكار اللي هي بيرمننت سكار. طبعا ممكن هذه قلنا والله ما يصير بها اوبننج، ممكن يصير بها يعني يصير عندنا جروث باي بكتيريا خصوصا يسمونها البروبيوني بكتيريام اكني، وهذه راح تسوي لنا ديفلوبمنت اوف انفلاميتوري ليجن، يعني هذا لما يصير بها باس وكذا هذا ديو تو يعني انفلاميشن و باي ذا بكتيريا احنا نسميها بروبيوني بكتيريام اكني. البيشنت اسسمنت اوف ذا اكني، لما يجينا واحد عنده حب شباب او الاشياء احنا نشوف الايج. طبعا الاكني از اكستريملي رير ان يونج تشيلدرن اند بيبي ريكوايرد ريفيرال، بالحقيقه الاكني ممكن يصير لنا بهذه الاعمار حتى بالاعمار اليونج بيبي اند تشيلدرن، هنا أنا بالحقيقه شود بي ريفير لانه مي بي ذيس از مي بي سيمبتومز اوف ان اندرلاينج اندروجين سيكريتنج تيومر، قد يكون هذا البيشنت عند الطفل عنده اندروجين سيكريتنج تيومر وحده من السيمبتومز اللي نشوفها عنده يصير عنده اكني اند شود بي ريفيرد. بالاضافه الى الايج، احنا قلنا الايج قلنا هي يصير بين ال 14 وال 17 بين ال 16 وال 19 بالنسبه للميل، لكن اذا يجينا واحد بعمر مثلا ال 25 فما فوق 30 فما فوق بالاعمار وصاير عنده اكني، بالحقيقه هنا other causes should be considered مثلا occupation، يعني هذا اللي يشتغل مثلا بالاويل and degrees أو قد تكون drug induced acne، إذا الأكني قد الأكني مثل ما قلنا هي بحب شباب بالأعمار قلنا بين ال 14 و 15 16 17 سنة، هذه هي الأعمار 19 بالنسبة للميال. أما يجينا واحد طفل كلش صغير هذا ما يبي androgen secreting tumor، أما إذا يجينا لا بعمر أكبر 25 26 وبدأت عنده الأكني فهذا قد يكون عنده occupational or drug induced acne. Severity شغلة ثانية اللي نشوفها هي السيفيريتي، بالحقيقة السيفيريتي احنا only mild acne can be treated by over the counter drug، اما اذا كانت moderate or severe this is required referral لانه الـ OTC treatment is unlikely to benefit the patient with moderate or severe acne. هسه شنو هي مقاييس على اي اساس نقول هذا mild هذا moderate هذا severe؟ المايلد acne have predominantly open and closed comedones، المايلد acne mainly ها البيشنت عنده الكوميدونز، يعني قد تكون يعني open or closed وقد يكون عنده few papules or pustules، هذه papules or pustules confined to the face no nodules. إذا المايلد أكني، المايلد أكني هي mainly predominantly comedones، قد تكون open قد تكون closed ما عندنا بها إشكال، عنده few papules pustules قليلة، وهذا الانفلاميتري وكل هذه الحبوب وهذه هي confined to the face، طبعا البيشنت ما عنده nodules. اما المودريت اكني فبالحقيقه هنا ان البيشنت عنده ماني، يعني ذاك كان عنده قليله بابيولز باستيول، هنا عنده ماني بابيول اند باستيول، وهاي ايضا نوت كونفايند تو ذا فيس، ممكن يشوفها بالنيك ممكن يشوفها بالتشيست، وايضا ذير از ا بوسيبيليتي اوف مايلد سكارينج، ذير از ا بوسيبيليتي اوف مايلد سكارينج. اذا المايلد اكني بس عنده كوميدونز، يعني مايلي كوميدون بلاك اور وايت، يعني اوبن اور كلوزد، قليل بابيول اور باستيولز اللي هي كونفايند تو ذا face. اما المودريت اكني فبالحقيقه هذا عنده many papules and pustules were not confined to the face where there is a possibility of scarring. اما بالسيفير اكني فبالحقيقه هنا نفس all the characteristics of the moderate، يعني pustules و papules not confined to the face وعنده scarring، يعني عنده nodules عنده cyst scarring will usually result. وطبعا هنا lesions are usually often involved the upper back and the chest. اذا المايلد اكني، المودريت اكني عنده many papules pustules عنده mild scarring، اما بالسيفير اكني فبالحقيقه عنده severe scarring or nodules. الaffected area، affected area نشوف الaffected area in acne، the affected area may include the face, the neck, the center, the chest, the upper back and shoulders. هذه المناطق هي بالحقيقة rich in pilosebaceous unit، pilosebaceous unit. لذلك الأكني مو بس not confined to the face، ممكن نشوفها بالneck، ممكن نشوفها بالcenter of the chest، ممكن نشوفها بالupper back، بالshoulder. هاي كلها المناطق من الممكن أن يوجد بها الأكني.
اكو حاله مشابهه للاكني يسمونها الروزيسي داء الورديه. از سكين كونديشن ذات سام تايم كونفيوز تو ذا اكني confused with the acne. ممكن يعني واحد يشتبه عليه هذا يشبه الأكني، لكن بالحقيقة أو أكو بعض الفروقات. طبعا أيضا هو inflammatory disorder of the facial يعني just in the face pilosebaceous unit و increase reactivity of the capillary leading to the flushing antilingectasia. هسه نجي نشوفها. إذا الروزيسي has characteristic features of redness, flushing, papules, pustules. It is more seen in patient over 40 years of age. إذن العمر شيء مهم. العمر شيء مهم. الأكني قلنا صير عالة بال young people، بينما الروزيسي يعني normally seen in patient over the age of 50. أيضا هي more common in women. وكوميدون ار نت بريزنت والبيشنت وذ سسبكتد روزيسي ايضا ريكوايرد ريفيرال تريتمنت ما تختلف. بالحقيقه اذا هذه الروزيسي ماي بي كونفيوز وذ اكني، ولكن هي انفولف بالفيس اونلي، بينما الاكني ممكن يصير لنا بالفيس مثل ما قلنا بالنيك بالسنترال تشيست بالباك و بالشولدر. البيك انسيدنس مالتها بين 40 and 50 years، بينما الاكني عاده قلنا هي باليانج. كاركترايز باي ريدنس وفلاشينج وممكن مثل ما قلنا بابيولز باستولز، ولكن نو كوميدون ما بيها عندنا البيشنت وذ نو كوميدون ار نوت بريزنت. اذا هذه الكاركترستكس فيتشرز اوف ذا الروزيسي من ناحيه الانفولفمنت بالفيس اونلي، يصير عنده فلاشينج، يصير عنده بابيولز، يصير عنده باستولز، لكن الايج مالتها عاده بين 40 اند 50، وايضا نو كوميدونز. ايضا نشوف الاوكيوبيشن، نشوف ايش يشتغل. اكني كومنلي اسوشيتد وذ لونج تيرم كونتاكت وذ اويل، اذا يشتغل بالغاز ويشتغل بالدهن ويشتغل بالهذي كلها بالحقيقه هذه يصير عنده اوكيوبيشنال اكني اند ريكوايرد ريفيرال. ايضا نسال على الميديكيشن، اذا البيشنت يوز سيفيرال برودكت كوركتلي يوز وذاوت سكسس، هذا احنا نسميها الفيلد ميديكيشن ريكوايرد ريفيرال. وايضا الاكني قد تكون دراج انديوس اكني، يعني مثل الستيرويد، يعني ويذر توبيكال ستيرويد اور سيستميك ستيرويد، الانابوليك ستيرويد هذا قد يستخدمونها بعض الالعاب الرياضيه، كل هذه بالحقيقه من الممكن انه ليد تو اكني. مو بس الهرمونال دراجز، وانما اكو اذر دراجز، يعني مثلا الازاثيوبرين، ريفامبيسين، فيناتوين، ليثيوم وغيرها، كلها بالحقيقة هذه can cause acne و required referral. إذا drug suspected patient with drug induced acne should be referred. The treatment time scale، طبعا الأكني هي يعني not rapidly response to the treatment، وإنما يراد لها long term treatment، وبالتالي عادة ال treatment time scale هو about 2 months. إذا ما استجاب ال patient within not respond to the treatment within 2 months يعني 8 weeks، the patient should be referred to the physician. لدراج ثيرابي، الاو تي سي دراج ثيرابي، طبعا هي عندنا البنزل بيروكسايد. البنزل بيروكسايد عنده انتي بكتيريال بروبرتي، انتي كوميدوجينيك افكت، وايضا عنده كيراتوليتيك افكت، يسوي لنا البيلينج، يعني هذا ممكن يسوي لنا تقشير للاكني. التريتمنت عادة عندنا احنا عندنا 2.5، عندنا 5% وعندنا 10%، لكن المشكلة انه ممكن يسوي لنا الريتيشن تو ذا سكين، يسوي لنا ريدنس اوف ذا سكين، لذلك عادة احنا نبدي بالبوتنسي الاقل اللي هي 2.5 او احيانا ال 5%، وبعدين نصعد جرادولي الى ال 10% if needed. طبعا النقطة المهمة انه هل نخليه على الليجن بس على الكوميدون لو كل منطقة الوجه، بالحقيقة كل المنطقة الافكتد اريا مو بس الوجه، يعني البنزل بيروكسايد هو شغلته بريفنت نيو ليجن فورمينج راذر ذان شرينكينج اكزيستينج وان، يعني هو شغلته بريفنت الفورميشن اوف نيو ليجن، لذلك ات ماست نيد تو بي ابلايد تو ذا هول اوف ذا افكتد اريا نوت جاست تو انديفيدوال الكوميدون. اذا ما طول هو بريفنت الفورميشن اوف نيو كوميدون، لذلك احنا نخليه to the whole affected area، يعني بالجيست بالفيس، يعني not just to the individual comedon. طبعا مثل ما قلنا هو ممكن during the first few days the skin is likely to be reddened
and may feel slightly sore. هذا ممكن شوي يسوي لنا redness, يسوي لنا irritation to the skin. المريض يصير عنده stinging, drying and peeling are likely. وبالتالي هذا مثل ما ذكرنا انه ال patient هذا لازم should be warned about this effect, والا otherwise the patient may abandon the treatment or stop the treatment inappropriately. اذا بما انه يسوي لنا هذا ال skin, يسوي لنا redness of the skin especially at the beginning of the treatment, لذلك patient should be warned about this side effect, otherwise the adherence of the patient will be reduced, will patient may stop the treatment. قلنا one approach to minimize the redness of the skin is to begin with the lowest strength preparation and apply the cream, lotion or gel sparingly and infrequently during the first week of the treatment. يعني إذا واحدة الوسائل لتقليل ال redness هذا of the skin أنه مثلا نبدي with lowest strength اللي هو 2.5 and apply the cream lotion sparingly يعني كمية قليلة infrequently يعني مو كان ما نستخدمه مثلا twice daily, نستخدمه مثلا مرة مثلا بين يوم ويوم, بعدين مثلا مرة يوميا, بعدين نحوله إلى twice daily, وبعدين نصعد إلى أبو الخمسة percent هم نستخدمه مثلا بين يوم ويوم, وبعدين مرة باليوم, وبعدين twice daily, وهكذا. Sensitization occasionally may cause, احنا كنا ممكن نسوي لنا redness irritation, لكن احيانا من البدايه قد يسوي لنا severe sensitization ويسوي لنا inflammation و soreness. هنا أنا بالحقيقه اذا صارت عندنا مثل ما هاي الصوره, هنا the patient need, يعني should discontinue the drug. ايضا هو يقصر لنا الملابس بالحقيقه, عند bleaching effect, benzyl peroxide can bleach clothing and bedding. لذلك if it is applied at night, مريض مستخدم white sheet and pillow are best used, and patient can advise to use all t-shirt or shirt to minimize damaging to the good clothes. إذا هذا البيشن هذا يقصر لنا الملابس الملونة, لذلك إذا استخدمه بالليل ممكن نفضل يستخدم لنا مثلا white sheet and pillow, يضغط هاي عدد النوم والكذا تكون لون بيضة, وأيضا منكم يستخدم old shirt or t-shirt. الدرج الثاني هو عندنا الادابلين, اسمه التجاري ديفرين 0.1% جل, هذا من الريتينويد. الريتينويد بالحقيقه are highly effective in the treatment of acne whether topical or systemic. Retinoid stimulate epithelial cell turnover, thus retinoid family have a highly peeler, يعني هذا يسوي لنا تقشير للبشره ومن ضمنها الاكني. الديفرين is the first in the class of the retinoid to be available OTC. الديفرين هو أول topical retinoid available OTC, طبعا for the treatment of acne vulgaris مثل الأعمار أكثر من 12 سنة فما فوق. It applied once daily, application thin. بالحقيقة applied thinly in the evening, بالمساء. However, if there is no improvement in 3 months of daily use, the patient referral. يعني هنا treatment, يعني أكو بعض treatment time scale هنا إذا استخدامه, يعني 3 أشهر إذا ما فات يعني required referral. Because adapalene is photosensitive, patients use sunscreen and also avoid prolonged exposure to the skin. يعني هذا فوت سوينا ممكن يسوينا فوتو سنسيتيفيتي, لذلك البيشنت ادفايز تو يوز sunscreen during exposure, يعني during the day time. الدرج الثالث اللي هو عندنا نيكوتيناميد او اسمه الفريدير نيكام. نيكوتيناميد هذا ايضا جيل, ايضا هذا for the treatment of acne, OTC for the treatment of acne. هذا should be applied to the affected area twice daily, طبعا after the skin has been washed using enough the skin have been washed, احنا enough gel to cover the affected area. نستخدم enough gel من nicotinamide to cover the affected area. طبعا like البنزل بيروكسيد, وممكن يسوي لنا dryness of the skin, إذا صارت عندنا ممكن should be reduced
توانس ديلي. اذا هو نستخدمه توايس ديلي اذا صارت عندنا ريدنس اوف ذا سكين او صار عندنا دراينس اوف ذا سكين ممكن نقلل الفريكوانسي اوف ابلكيشن الى وانس ديلي. اكو بعض البراكتيكال بوينت. اولا بالنسبه للدايت بالحقيقه نو ايفيدنس تو لينك دايت وذ اكني، ما عندنا دلائل علمي يربط انه الفود او الدايت ويا الاكني، على الرغم من انه الكومن بليف ذات شوكليت اند فاتي فود كوز اركني اور ميك ات ورس. اذا ما عندنا ايفيدنس، انا ما عندنا دليل علمي يثبت علاقه يثبت علاقه اي نوع من انواع الاغذيه بالحقيقه بالديفلوبمنت اور الورسنينج اوف ذا الاكني، على الرغم من الفكره الشائعه انه الشوكليت وغيره هو يسوي لنا ورسنينج اوف ذا اكني. المساله المهمه اللي هي كونتينوس تريتمنت، مثل ما قلنا اكني از سلولي ريسبوندينج condition to treatment and the period of up to 6 months may be required to the maximum benefit. احنا قلنا احيانا قلنا شهرين او 3 اشهر في حاله الادابلين اذا البيشنت ما استفاد required referral. اذا استفاد المفروض ننبه المريض انه الاكني هي slowly responding condition هذا to ensure the adherence. اذا المريض لازم نقول له يا بنو هذه الحاله slowly responding condition والتريتمنت قد يحتاج لها 6 اشهر مثلا to for the maximum benefit. وبالتالي مثل ما قلنا the patient need to understand that acne is a chronic condition وبالتالي continuous treatment is needed to keep the problem under the control. السكين هايجين اكني is not caused by poor hygiene، يعني هذا اللي ما ينظف وجهه والكذا هي not a risk factor for the development of acne. مع ذلك the regular washing of the skin with soap and warm water or with antibacterial soap or skin wash can be helpful as it decreases the skin and reduces the number of bacteria present. قلنا يعني الـ poor hygiene is not a cause for the acne. مع ذلك احنا ننصح به بالحقيقة لأنه يعني regular washing with warm water and soap لأنه حتى يقلل لنا هذا الإفرازات الدهنية بالوجه decrease the skin وأيضا يقلل لنا number of bacteria present اللي من ممكن إن قلنا سبب لنا infection للأكني. Topical hydrocortisone acne. The use of topical hydrocortisone. الهيدروكورتيزون إحنا هذا ممكن نستخدمه بالفيس يعني لأنه هو mild steroid. لكن إذا كان البيشنت عنده acne هنا the use of topical hydrocortisone is contraindicated لأنه الستيرويد can potentiate the effect of androgenic hormone on the sebaceous gland وبالتالي يسوي لنا worsening of the acne. إذا المنطقة بالفيس بالchest بالباك أو كذا بها اكني فهنا التوبيكال ستيرويد من ضمنها مثلا الهيدروكورتيزون كونترا انديكيتد لانه بالحقيقه هذا بوتنشيت الاندروجينيك افكت اوف هرمون اون ذا سيبيشس جلاند وبالتالي يسوي لنا ورسنينج اوف اكني. ايضا بالنسبه للنساء عندنا الميك اب بالحقيقه هذا ادوات التجميل وغيرها. الميك اب الهيفي جريزي ميك اب كان اكزاسربيت الاكني. اذا كانت المراه تحتاج ميك اب بالحقيقه لازم تستخدم ووتر بيست راذر ذان اويلي بيست and هذا الميك اب and should be removed thoroughly at the end of the day. اذا بعض انواع الميك اب خصوصا الاويل بيست كان اكزاسربيت اكني فاذا استخدمت الميك اب خل تستخدم الووتر بيست ميك اب وايضا should be removed thoroughly at the end of the day. والسلام عليكم ورحمه الله.